إذا قيل لو أن شخصا يتعبد الله في مكان خصصه، عند جدار، عند عمود، عند جبل، في مكان معين، إذا به إذا أراد أن يعبد الله أتى إلى هذا المكان، لا لمزية عنده في هذا المكان، وإنما يخصص هذا المكان لتلك العبادة، فاعلم بأنه كما قال شيخ الإسلام ضاها مساجد الله، يعني شابه المساجد، فلا يجوز أن يخصص بقعة يجعل عبادته لله عز وجل في هذا المكان، لا حانوت كما قال شيخ الإسلام، يعني لا دكان يعني محل، ولا جدار، ولا عمود، ولا أي مكان، فتخصيصها بالعبادة لا يجوز إلا ما استثناه الشرع. ولذلك علي بن الحسين رأى رجلا يدخل في فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدعو الله، فقط خصص هذه الفرجة عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، هو لا يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يدعو الله. فقال ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا وسلموا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. انظر، خصص فرجة ومكانا سواء عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم أو في أي مكان، إذن من جعل أي مكان يضاهي به المساجد فهو من المبتدعة وهو وسيلة من وسائل الشرك. ولذلك ماذا قال؟ قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني كونك تأتي وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو تجعل هذا المكان لهذا الدعاء أو لهذا السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنت ومن بالأندلس الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء. لما؟ لأنه قال فإن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم، وقال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام.